يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل اللهم إني أسألك بك؟ أي توسل بالله سبحانه وتعالى، أو أسألك بأسمائك وصفاتك، كونه يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أحسن، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن التوسل بالله أن تقول يا الله يا ربي، تتوسل إليه بربوبيته لك وألوهيته سبحانه وتعالى بتوحيده. نعم.